نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اعلموا أن الموت المتعارف الذي هو مفارقة الروح للبدن هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي، وهو انتقال من دار إلى دار، كما روي أنكم خلقتم للأبد، لكنكم تنتقلون من دار إلى دار حتى يستقر بكم القرار. فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالا، فهو في الحقيقة ولادة، ولادة ثانية. قال الشاعر في ذلك: تمخضت المنون له بيوم أتى، ولكل حاملة تمام. فإنه جعل للمنون حملا كحمل المرأة، وتمخضا كتمخضها، وولادة كولادتها، تنبيها على أنه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: الإنسان ما دام في دنياه جار مجرى الفرخ في البيضة، فكما أن من كمال الفرخ تفلق البيض عنه وخروجه منه، كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله، ولولا هذا الموت لم يكمل الإنسان، ولولا هذا الموت لم يكمل الإنسان. فالموت إذا ضروري في كمال الإنسانية، الموت ضروري في كمال الإنسانية. ولكون الموت سببا للانتقال من حال أشرف، من حال أضعف إلى حال أشرف وأرفع، سماه الله تعالى توفيا وإمساكا عنده. فقال تعالى: استعين بالله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا تقول العرب: استأثر الله بفلان ولعن الله ونحو ذلك من الألفاظ. ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى، أحبه من وثق بما له عند الله، جعل الله منه هذا. ولم يكره هذا إلا أحد رجلين، أحدهما من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا،
كمن وصفهم الله تعالى بقوله ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والثاني يؤمن به ولكن يخاف ذنبه فأما من لم يكن كذلك يعني المؤمن بالآخرة ولكن لا يخاف ذنبه فإنه يحبه ويتمناه يعني يحب الموت ويتمنى الموت كما أحبه الصالحون وتمنوا للأنبياء والصالحين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تنبيها على أن من يكون متحققا بحسن حاله عند الله لم يكره الموت وأما جميعنا ما تحققنا هذا فلا خاف من الموت وقد نكره الموت ولكن إذا عرفنا أن الموت هو لقاء الله تعالى وقلنا إنا نحب الله إذا أحببنا الموت فالموت هو باب من أبواب الجنة منه يتوصل إليها لابد ولو لم يكن موت لم تكن جنة ولذلك من الله تعالى على الإنسان فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقدم الموت على الحياة تنبيها على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية اللهم ارزقنا صدق اليقين اللهم ارزقنا التحقيق في الإيمان والإحسان والإسلام وارزقنا حب لقائك يا كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوزا للمستغفرين فاستغفروه اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبك والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، وسيد الثقلين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون إلى نور جماله والمحتاجون إلى شفاعته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين، وحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة أجلنا وحقق بزيادة آمالنا، واقرن بالعافية قلوبنا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسبغ سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات النداوة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعطف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار. يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.